أكثر من 4000 معتقل في سجون الظالمين، إلا أن ثورتنا باقية لن تحيد عن درب الشهداء ولن تنسى تضحيات الأسارى والمضحين الغيارى، لن ننسى صرخات الأمهات الثكالى ولن ننسى عذابات اليتامى والأطفال. مدينة لن نهار أطلقوا بث السجود، قيدكم لا يرهبون أطلقوا بث السجود، للحقوق طالبون أطلقوا بث السجود، للحقوق طالبون أطلقوا بث السجود، نطالب بالإفراج عن المساجد مستمرة، نطالب بالإفراج عن المساجد